احنا محتاجين هذه مبادره الصلح اللي وقعت بين جماهير الطنجاويه وجماهير التطوانيه، شي حاجه كتفرحنا بزاف كمغاربه وكشماليين. كنتمنوا هذه المبادره تكون على الصعيد الوطني وتعمم في جميع المدن اللي كاين بينها بين قوسين حزازات، وهذه الثقافه اللي دخلت المغرب، ثقافه العنف والشغب بعيد علينا بزاف وما خصناش نامنوا بها فعلا. كيف ما سمعنا في الفيسبوك في كامبو كتكون واحد 90 دقيقه وكل واحد خصو يكون متعصب الفريق ديالو، كل واحد كيشجع الفريق ديالو بالطريقه الحضاريه اللي ما كتضرش بالخصم، ولكن خارج الميدان كنرجعوا مواطنين كاملين، كنرجعوا كاملين خصنا نلتزموا القوانين. نتمنى هذا الشيء هذا يتعمم كيف قلت في جميع المدن، ونتمنوا الخير ان شاء الله يا رب. والصراحه هذه واحد الحاجه اللي هي عاديه، لان حنا كتشوف الثقافه ديال الكره في العالم كامل كيكون مثلا ديك النزاع، ولكن في نطاق ديال الكره ما بين شي جمهور وشي جمهور اخر، راه دي كاينه في العالم كامل. ولكن زعما هذه واحد الخطوه اللي هي مزيانه، لان حنايا كمغاربه راه عندنا واحد الفكره ديال الغلط، الا سينا مثلا واحد جوج جماهير ما عندهمش مع بعضياتهم صدروا لكم الضاق الصداع، وهذه حاجه يعني ما كاينش لها اساس. والحمد لله ملي دابا بدينا حتى حنا كنوعوا الثقافه ديال الكره وكل شيء، وحنا دائما خوت وحنا كنبينا كنمثلوا الشامل. ودابا حنايا كنتظروا الكلاسيكو باش يكون شي كلاسيكو واعر ونشوفوا اجواء واعره بحال اللي كنشوفوا في ملاعب ديال لا في كازا لا في كل شيء اللي كلاسيكو اللي كونكونو. ترجع الشمال حتى واحد كلاسيكو اللي عنده واحد معنى، ومبروك عليهم بعد الصعود بريمير. إذا كيف تابعنا مؤخرا على وسائل التواصل وعلى صفحات المواقع الرياضية، كانت واحد الالتفاتة، كانت واحد الإشارة إيجابية اللي يمكن خصنا كرياضيين الأولانيين أننا حنا نلتقطوها كإعلاميين كذلك، ونشجعوها ونتمنوها وندعموها. الأمر يتعلق بفتح واحد المجال بين لي زيلتران ديالنا على الأقل في مدينة طنجة وفي تطوان في الجهة الشمالية، وكنعرفوا أن مدينة طنجة وتطوان هناك ندية رياضية كبيرة، وكذلك كاين الندية اللي أحيانا كتخرج على الروح الرياضية، وهذا اللي كان كيميز العلاقة بين لوس ماتادوريس والترا هيركوليس. ولكن مؤخرا كنقولوا رب ضارة نافعة، ويمكن من مصائب كنتعلموا الحدث اللي كان وقع العرضي في مباراة ديال اتحاد طنجة كرة السلة بالقاعة زيادة مع الجيش الملكي، أعطت واحد الإشارة من طرف الإخوان ديال تطوان الزملاء ديالهم والندراء ديالهم في العالم ديال لي زيلترا، وكنعرفوا القاعدة والندية أنهم كيتواسى، ورجعت رسائل وكانت اشارات اعتقد جد مهمه. النديه الرياضيه ما يمكنش يسمحوا فيها هذيك المناقشات داخل المستطيل الاخضر، الشعارات ترفع، ولكن مزيان ملي غادي يكونوا الشعارات في روح رياضيه كنحترموا بعضنا، وهذا هو المهم في الرياضه. هذه النديه ثقافتنا الكرويه الشماليه مرتبطه بالثقافه الكرويه الاسبانيه في الضفه الاخرى، وكنعرفوا النديه اللي موجوده بين الاتلتيك مدريد مع ريال مدريد، كذلك برشلونه مع الاسبانيول، بيلباو مع ريال سوسيدا، وسيفيا مع البيتيز. عادي الامر عادي، غير انه ما خصوش يخرج على السياق، وانا كنعتقد هذه الاشاره جات في الوقت ديالها لاولا، وهي مناسبه باش نهنيو الصعود ديال المغرب التطواني، وكيف كنهنيو اليوم بركان، واللي كنتمناو ان اتحاد طنجة يدمن البقاء ونشوفوا واحد الكلاسيكو جديد، نشوفوا عقليه جديده، وغنشوفوا ديك الشعارات اللي ترفعت في وسائل التواصل الاجتماعي واش غتطبق على ارض الواقع، وهادشي هو اللي كنتبغيوه. كنتمناو ان الجيد اليوم يعرف بان الرياضه كتبقى كتنتهي في الملاعب، والروح الرياضيه كتستمر والعلاقه تستمر. وشكرا موقع طنجاوي على راس العين، مرحبا في اي لحظه. بالنسبه من الناحيه ديال الصلح بين الجماعه ديال اتحاد طنجه وديال المغرب التطواني، هو من العيب اننا نكونوا نقولوها باننا هي صلح، لاننا كننتمي لنفس الجهه. اولا الجمهور ديال اتحاد طنجه والجمهور ديال المغرب التطواني كيقدم واحد المنتوج رائع في البطوله الوطنيه، لذلك كانت واحد الخطوه جميله. كنشكروا الناس اللي قاموا بهذه البادره الطيبه، ونتمنوا من الله انها تكون مفعله، لان علاش الناضجين في المجال الكروي في التطوان ولا في طنجه ما عندناش معاهم مشكل، حنا عندنا مشكل مع بعض القاصرين. نتمنوا من الالتراس يكونوا يقدروا يهيكلوا الجمهور ديالهم. كما كنشوفوا طنجه الحمد لله الدراري ديالنا متحكمين في الامور ديالهم. انا نهضر عليك بان عندي عائله تطوانيه، كل شيء عنده عائله، لا الشاون ولا تطوان ولا واد ولا كذا، علاش غنكونوا حنايا في واحد اللي هي غجلده غنكونوا حنايا اعداء؟ وحنا هادشي نقول لك واحد الحاجه، التلاحم ديال المغرب التطواني واتحاد طنجه نقدر نمثلو الجهه ديالنا بزاف ديال نتنقل معاك، نمشي معاك والله تمشي مع تطوان. انا ان شاء الله في القادم ديال الايام والسنوات غادي يكون واحد
الجو ان شاء الله يكون واحد كلاسيكو عالم. كلاسيكو اللي غيكون شي مني كنتفرجوا في كلاسيكو ديال بارسا ومدريد غادي يكون خسار منه. علاش؟ هذا الجمهور ذواق، هذا الجمهور هو اللي كيحلي الكره. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.